السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط، ومعنا درس جديد وهو حالات خاصة من ضرب كثيرات الحدود. حالات خاصة من ضرب كثيرات الحدود، تكلمنا في الدرس السابق عن ضرب كثيرتي حدود، ومعنا درس حالات خاصة من ضرب كثيرات الحدود معناها أشكال معينة من ضرب كثيرات الحدود. الشكل الأول ألف زائد باء لكل تربيع، ألف زائد باء لكل تربيع، ألف زائد باء لكل تربيع معناه ألف زائد باء ضرب ألف زائد باء، الناتج هربع الألف ألف تربيع، لما ربع الألف أجيب ألف تربيع، هربع الباء أجيب باء تربيع، هضرب الأول ضرب الثاني ضرب اثنين يبقى اتنين ألف باء. الناتج عندي تلات حدود، حد أول حد أوسط حد أخير أو حد ثالث. لما ربع الحد الأول أجيب الحد الأول، لما ربع الحد الثاني أجيب الحد الأخير، لما أضرب الحد الأول في الحد الثاني في اتنين أجيب الحد الأوسط. مثال س زائد ثلاثة الكل أس اتنين. طيب نربع الأول تبقى س أس اتنين، هنربع الثاني اللي هو 3 أس 2 أجيب الحد الأخير، لما أضرب السين في التلاتة في الاتنين أجيب الحد الأوسط، يعني سين أس 2 هتنزل 2 سين ضرب 3 ضرب سين 6 سين، 2 ضرب سين ضرب 3 6 سين، و3 أس 2 ب9 يبقى الناتج سين أس 2 زائد 6 سين زائد 9. مثال آخر صاد زائد 4 الكل أس 2، هربع الأول صاد أس 2 عشان أجيب الحد الأول في الناتج، أربع الحد الثاني عشان أجيب الحد الأخير يبقى 4 أس 2. كيفية إيجاد الحد الأوسط، هضرب الصاد هضرب الصاد في الأربعة في الاتنين، لما أضرب الصاد في الأربعة في الاتنين يبقى الناتج صاد أس 2 زائد 2 ضرب صاد ضرب 4 يبقى 8 صاد زائد 4 أس 2 معناها 4 في 4 ب16. تمرين اوجد ناتج كل من 8 ج زائد 3 د. أنا سامع طالب بيقول لي المسألة الأولى عادي، هتقول لي يا أستاذ نربع الحد الأول يبقى 8 ج أس 2، هربع الحد الثاني 3 د أس 2، هضرب الحد الأول في الحد الثاني في 2 عشان أجيب الحد الأوسط، 4 ج أس 2 معناها 64 ج أس 2، 3 د أس 2 معناها 9 د أس 2، هضرب 2 في 8 في 3، 2 ضرب 8 16 في 3 48 ج د. المثال رقم 2 4 س زائد 3 ص أس 2 يبقى 4 س أس 2، أربع الحد الأول أجيب الحد الأول، أربع الحد الثاني أجيب الحد الأخير، وهضرب الحد الأول في الحد الثاني في ضرب 2، 4 س أس 2 16 س أس 2، 2 ضرب 4 ضرب 3، 2 ضرب 4 8 ضرب 3 24 س ضرب ص س ص زائد 9 ص أس 2. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية مربع الفرق بين حدين، نفس القاعدة الأولى مع اختلاف بسيط. أ ناقص ب أس 2، كان الأول أ زائد ب أس 2، نفس الفكرة ونفس الخطوات، هربع الحد الأول أ أس 2، لما يكون إشارة اللي في النص موجب أو لما تكون سالب الحد الأخير بيكون موجب، سواء كان كانت الإشارة بين الألف والباء سالبة أو موجبة، الحد الأخير بيكون موجب. أما في حالة الموجب فالحد الأوسط بيكون موجب، ولو ما يكون سالب الحد الأوسط بيكون سالب، يبقى أ تربيع ناقص 2 ضرب أ ضرب ب زائد ب تربيع. مثال أوجد ناتج أ ناقص ب الكل أس 2. أنا سامع طالب بيقول لي خلاص ربع الحد الأول أ أس 2،
عشان اجيب الحد الاول، اربع الحد الثاني عشان اجيب الحد الاخير. هو كان سالب يبقى موجب 2 بأس 2. اما الحد الاوسط انزل اشاره الحد الاشاره اللي بين الالف والاتنين باء كما هي، واضرب 2 في الف في 2 باء، الف تربيع بالف تربيع، سالب هتنزل 2 ضرب 2 4، الف في باء الف باء زائد 2 باء اس 2 هتبقى 4 باء اس 2. مثال اخر، اوجد ناتج 6 باء ناقص 1 الكل اس 2 بنفس الخطوات. 6 باء اس 2 زائد 1 اس 2، انزل اشاره الحد الاوسط السالب هتبقى 2 ضرب باء 2 ضرب 6 باء ضرب 1، يبقى 6 باء اس 2 36 باء اس 2 ناقص 2 ضرب 6 ضرب 1 هتبقى 12 باء زائد 1. هنتابع حالات خاصة. ثالثا، ضرب مجموع حدين في الفرق بينهما، يعني أ زائد باء هضربها في أ ناقص باء، الناتج أ تربيع ناقص باء تربيع. ثلاثة ن زائد 2 في ثلاثة ن ناقص 2، هقول 3 ن أس 2 ناقص 2 أس 2. 3 ن أس 2 معناها 3 ن في 3 ن اللي هي 9 ن أس 2 ناقص 2 أس 2 ب4. مثال آخر، أوجد ناتج ضرب 4 ج ناقص 7 د، ف 4 ج زائد 7 د خلاص هتبقى 4 ج أس 2 ناقص 7 د أس 2، و 4 ج أس 2 16 ج أس 2 ناقص 7 د أس 2 49 د أس 2. تمرين، هنا بيقول اوجد ناتج كلا مما يأتي. كلا من المثال الاول أ زائد 10 في أ ناقص 10 هنقول، والمثال الثاني 3 أ تربيع ناقص 7 باء في 3 أ تربيع ناقص 7 باء، 3 أ تربيع زائد 7 باء في 3 أ تربيع ناقص 7 باء، 3 ن زائد 12 في 3 ن ناقص 12، باء زائد 6 في باء ناقص 6. المثال الأول خلاص أ زائد 10 في أ ناقص 10، هقول أ تربيع ناقص 10 تربيع، أ تربيع بأ تربيع ناقص 10 تربيع، يعني 10 في 10 ب 100. هنا 3 أ تربيع الناتج 3 أ تربيع أس 2 ناقص 7 باء أس 2، الناتج هنا 9 أ أس 4 ناقص 49 باء تربيع. المثال الآخر 3 ن أس 2 هتبقى ناقص 12 أس 2، هتبقى هنا 9 ن أس 2 ناقص 9 44، والمثال الأخير هتبقى باء تربيع ناقص 6 تربيع، يبقى باء تربيع ناقص 36.